كابتن ضياء عبد الصمد نجم من نجوم النادي الأهلي أمتع الجماهير كتير جدا في الملاعب، وكمان تألق على المستوى التدريبي سواء مع الشرطة أو مع الداخلية، والنهاردة هيمتعنا طبعا بالتحليل وكلام كتير على مباراتي منتخب مصر مع منتخب توجو كمان على النادي الأهلي. برحب بيك يا كابتن، منورنا. ربنا يخليك يا سارة، أنا سعيد إن أنا موجود معاكم. كنت قطعت فترة كده لظروف ما يعني، بس أنا سعيد إن أنا موجود معاكم. نورتنا من جديد في طبعا، بيتي يعني في قناة طبعا الآن بيتك. يعني. طبعا الحمد لله. خلينا يا كابتن نبدأ بمباراتي منتخب مصر مع منتخب توجو، وتقول لي شايف المباراتين دول إزاي بالنسبة لمنتخب مصر، يعني سهلين صعبين، الاستعداد ليهم شايفه المفروض يكون إزاي؟ هي سهلة وصعبة في نفس الوقت. ماتشين مهمين جدا بالنسبة لمنتخب مصر. لما نيجي نبص لعدد النقاط او للترتيب، المنتخب مصر هو بيحتل المركز الثالث بعد جزر القمر وكينيا، وفي الاخر خالص توجو. ماتشين مهمين جدا جدا جدا، انا بعتبر ان الماتشين دول عنق زجاجه بالنسبه لمنتخب مصر، هيريحونا كتير جدا. اي نعم الفاصل الزمني بينهم 3 ايام مش اشكال، ده محلول بالطياره الخاصه اللي مصر هتاخدها ان شاء الله بعد المباراه الاولى. مش عايز ادي للمباراه اكتر من اهميتها. يعني لما يجي نبص لاسم مصر واسم توجو، فرق شاسع جدا في التاريخ وفي في الامكانيات أكيد. وحتى في الكواليتي بتاعت اللعيبه. لما تيجي تبص يا كابتن ساره دلوقتي انت على لعيبه نادي منتخب نادي منتخب مصر على 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 منتخب مصر، عندك 3 4 لعيبه ما شاء الله، اذا كان صلاح او النني او تريزيجيه ثلاثه تقال جدا، ليهم تصنيف، وثلاثه بيلعبوا في الدوري الانجليزي. وكوكا يا كابتن. نعم وكوكا، احمد حسن وكوكا. سوري كوكا وكوكا، بس هنقول يعني ايه، يمكن كوكا ما كانش ليه الحظ الاكبر مع المديرين الفنيين اللي كانوا موجودين قبل كده في منتخب مصر، زي ما كان تريزيجيه او النني او صلاح موجودين في التشكيل الاساسي على طول مع منتخب مصر. مش عايز زي ما اقول اديلهم اكبر من حجمهم، ولازم احترم الخصم كويس جدا. ما بقتش دلوقتي يا كابتن ساره بالاسماء، لا بقت بالتدريب وبالاداء وبالرغبه، وانت عايز ايه المباراه. دي مهمه جدا، وعلى ما اعتقد ان كابتن حسام جهاز كله جهاز مصري واللعيبه عندها من الخبرات اللي تقول ان احنا الماتشين دول بالنسبه لهم، اذا كنا فرطنا في 4 بونت قبل كده، فال6 بونت دول بالنسبه لنا هيبقوا عنق زجاجه. انا بعتبرهم مهمين جدا في مشوارنا، ان شاء الله ال6 بونت دول مهمين، لازم ناخدهم باذنك يا رب. ان شاء الله ناخدهم ال6 بونت دول، بعد كده هتلاقي الامور كلها اتفتحت بالنسبه لنا، لان ما خلاص لو لا قدر الله حصلت مشكله هتبقى فرصتنا صعبه جدا يعني، وده صعب انه يحصل بالنسبه لمنتخب مصر طبعا. عايز اسالك، انه شايف المفروض المنتخب كان يعود لفكره التجمعات والمعسكر التدريبي الطويل عشان يحصل تجانس اكتر واندماج اكتر بين اللعيبه، وخصوصا انه زي ما حضرتك قلت احنا ما قدمناش حل غير ان احنا نفوز بالمباراتين دول، خصوصا ان احنا اتعادلنا المباراتين اللي فاتوا. انا مع المعسكرات، بس مش الطويله، لان المفروض ان اي لعيب يتم اختياره في منتخب مصر بيبقى عنده من الامكانيات والقدرات اللي بيها يقدر يتكيف بالطريقه اللي ممكن المدير الفني او الجهاز يلعب بيها. مش هبدا احفظ زي الفرق اللي لسه يعني اللعيبه درجه استيعابها وامكانياتها الفنيه 6 من 10 7 من 10، لا ده انا بجيب يعتبر احسن لعيبه في مصر اللي بيها بقول ان اللعيب دوت بدل ما اقعد معاه شهر مثلا او 3 اسابيع في معسكر، لا ده هو اسبوع كتير قوي كفايه عليه، يحفظ شكل الطريقه اللي هلعب بيها 3-5-2 4-3-2-1 زي ما كابتن حسام بيحب يلعب. فدي بتسهل جدا على الجهاز الفني ان هو يديله اللي هو عايزه من المباراه. مختلف تماما الشكل لما اجيب لعيب لسه ما اندمجش قوي وخبراته قليله. تفرق كتير قوي يا كابتن سار ان لعيب تقدري تقولي انا محتاجه منك الشكل الفني في الدفاع والشكل الفني في الهجوم، وهي ده هينفذه، لان دي امكانياته وقدراته واللي بيها بختار لعيبه كويسه. فانا مع المعسكرات، بس يعني مش الطويله، لان اللعيب مهما كان بيزهق من المعسكرات الطويله، لكن المفروض كان يعني على الاقل اسبوعين او اكتر شويه اللي بيها حته الاندماج ديت تبقى موجوده مع المنتخب. وفي نفس الوقت ما اقولش انا لو
ما كنتش عملت المعسكر دوت الفتره دي كان ممكن تحصل عندي مشكله. لو كانت عندي فتره اطول كان يبقى بالنسبه لي كان يبقى احسن. بس بتتوقع انه المنتخب يظهر بشكل مغاير او مختلف عن المباراتين اللي فاتوا، انه خلاص كابتن حسام او الجهاز الفني تدارك الاخطاء اللي حصلت في المباريات اللي قبل كده؟ دي هترجع للعيب. بمعنى يمكن قلنا في اول ماتش وتاني ماتش احنا خدنا 2 بونت، وكان يعني الناس كلها اتكلمت وقالت صعب قوي ان احنا كمنتخب مصر ناخد 2 بونت من 6 بونت. اللعيبه تبقى نازله انا متاكد ما عندهاش بود تاني غير المكسب، وده بيفرق. مهما حصل يا كابتن سار، مهما حصل حضرتك، لو انا مدير فني وفرقتي محتاج منها 3 بونت ولازم يعني لازم اوكي ان انا اجيبهم، رغبه اللعيب بتفرض نفسها على اي تشكيل وعلى اي مقومات تانية موجودة داخلية أو خارجية في المباراة. رغبة اللعيب في الفوز بتفرق معاه كتير جدا 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 في نتيجة المباراة. على ما أعتقد إن الخبرة اللي موجودة في منتخب مصر المتمثلة زي ما قلت، إذا كان في صلاح أو في النني أو في تريزيجيه دلوقتي أو في الناس الكبيرة اللي موجودة، طارق حامد مع بقية اللعيبة اللي موجودة، أنا على ما أعتقد دي هتفرض نفسها ان احنا لازم نكسب المباراه دي، ما فيهاش كلام تاني خلاص عشان نستريح بعد كده ان شاء الله. يعني بالنسبه للقائمه النهائيه كنت شفتها ازاي؟ القائمه النهائيه اللي اعلن عنها كابتن حسام البدري بالنسبه لمنتخب مصر، وشايف في حد اتظلم كان المفروض يبقى في القائمه دي ولا لا؟ ايه الضحكه دي يا كابتن؟ الضحكه دي هقول لك بامانه، انا زعلان على احمد فتحي. ده بامانه. احمد فتحي راجل ولعب كويس. مروان محسن انا مستغرب، يعني انا اكتر واحد استغربت له مروان محسن بره القايمه. احمد فتحي كلام كتير اتقال، انا مش هتكلم في الكلام الكتير اللي اتقال دوت ايا كان شكله. كهربا يا كابتن ما لسه هقوله، لسه التالت لسه هقوله. مستعجله كهربا؟ لا 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 كهربا. الثلاثه دول مش هقول ان هم عمود فقري، او الثلاثه دول انا شايفهم قريبين جدا من تشكيله منتخب مصر. الدليل ان مروان محسن كل المديرين الفنيين اللي مسكوا منتخب مصر من سنتين وفي النادي الاهلي تحديدا، مروان محسن كان بيبقى نمره واحد. مش معقوله امكانيات مروان محسن وكل المديرين الفنيين اللي بيجوا مختلف الجنسيات ومروان محسن بيتحط او بيتفرض عليهم. هو مش بيوقف نفسه غير بالايه؟ غير بلعبه، غير بادائه، وغير بتنفيذه للتعليمات. بيفرق كتير جدا ان اللعيب يأدي كويس قوي اللي مطلوب منه من المدير الفني، وان اللعيب ده مع اي حد بيبقى اساسي. انا مستغرب. كهربا مش عارف يعني بعده من القايمه سببه نفسته، ممكن بيغضب شويه، متسربع، مش عارف. لكن هم الثلاثه دول اكتر ثلاثه بالنسبه لي كانوا مؤثرين جدا، او انا استغربت انهم يكونوا بره قائمه المنتخب. يعني هو كهربا وارد انضمامه، ولكن حتى لو نرفزته يعني احنا بنتكلم برضو فنان يا كابتن، يعني لاعب كبير وتقيل ويفيد المنتخب بشكل كبير. ممكن مدير فني يقول لك اللاعب ده ممكن يخسرني تغييره، او ممكن ياثر على اللعيبه اللي حواليه. انا 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 مش ب... انا مش بت... يعني مش بهاجم كابتن حسام او بدافع عنه. لكن انا بقول ممكن الفكر للمدير الفني او للجهاز بيبقى بتوصل ايه؟ يعني بتوصل بعض الاحيان في الانديه وليس في المنتخبات، ان انا لعيب احس انه لو حد استفزه او ممكن يبوظ المباراه او ممكن يخسرني تغييره، انا اكون في حاجه ليها. ده ممكن يكون تفكيره. وممكن برضو عدم لعب كهربا الفتره الاخرانيه بشكل دائم ممكن يكون من حطه في دماغه. بس لكن انا واثق في امكانياته. في لعيبه تانية بقالها سنه تقريبا ما لعبتش ومتاخده. ما هو دي بترجع لحسب التكوين. انا مين جنبي مين يديني ايه؟ يعني انا بحط 2 لعيبه مثلا، ممكن تبقى الانسجام في اللعيب اللي بقاله فتره دوت بيقدر يستوعب بسرعه ويبدا ينفذ بسرعه، او تكتيكيا بتلاقيه كويس. حتى بقى هقول لك حاجه صغيره جدا، النني قبل ما يبقى موجود في الارسنال الفتره اللي فاتت دي، انا اتحدى وبقولها لك يا ساره، اتحدى اذا كان حد يقول لك ان النني كان ممكن يدخل القايمه في منتخب مصر. لكن الفتره اللي فاتت الراجل اشتغل على نفسه كويس جدا جدا جدا. ايه رايك في النني دلوقتي مع ارسنال؟ انا طول عمري ليه انا بقول النني من احسن اللعيبه اللي موجوده في مصر كلها تكتيكيا. وبحط كلمه تحت تكتيكيا دي، يعني تنفيذ للتعليمات صارمه. جت عليه فتره يا كابتن انهار. كميه انتقادات انهار تخلي حد يبطل من الكوره كلها يبطل. طب انا بقول لك اهو يا ساره، انا ليه بقول لك كده؟ المفروض
مش هدخل جوه دماغ المدير الفني، لكن انا بقول لك القريب او اللي ممكن يفكر فيه المدير الفني. كهربا ممكن جنب مثلا هنقول تريزيجيه او جنب صلاح او جنب كوكا، ممكن ما تلاقيش الانسجام بينهم تماما. كهربا مثلا بيلعب مهاجم صريح، ما هو بيلعب على الطرف ممكن يعني، بس الاحسن له بيلعب فرده يمين يا شمال، طرف يمين او طرف شمال. ممكن يقول لك هلاقيه، ممكن لو قعد احتياطي ما يدينيش، في لعيب ما تاخديش منه غير لما يبتدي. يعني في لعيبه كتير جدا تبتدي تاخدي منها كل اللي انت عايزاه، ولعيب العكس تماما يقعد يتفرج على المباراه، يبص شكل المباراه محتاج ايه، بيقرا المباراه وينزل يديلك كل اللي انت عايزاه وزياده، زي ما كان بيحصل مع جده. طب ما جده من احسن التغييرات اللي موجوده، وهتفضل التاريخ كله بيتكلم عليها، ربع ساعه طول. خمس دقائق 10 دقائق بيقرا المباراه محتاج ايه وبيخلصها طبعا. ممكن يكون ده فكر من افكار كابتن حسام الجهاز، كان واخد احسن تبديل في 2010 واتعملت له، دي اتعملت له مخصوص ليه. طبعا مفيش جهاز اسمه احسن فيه. احسن احسن بديل اتعملت له احسن بديل على اساس ان هو اثر في المنتخب وفي نتيجه، اثر في نتيجه المباراه. فدي حاجه ممكن اللي يعرفها او يحسها او يستشعرها على ما اعتقد المدير الفني. يعني كلام اكتر طبعا على المنتخب المصري يا كابتن ضياء، ومستمتع جدا الحقيقه بالحديث، بس بعد الفاصل. برحب بحضراتكم مره تانية، ولسه معايا كابتن ضياء عبد الصمد، وبنتكلم على منتخب مصر قبل مباراتي توجو. كنا بنتكلم يا كابتن في الفاصل على فكره شاره الكابتنه في المنتخب او في النادي، كنا بنقول حق اصيل للمدرب، والمعروف ان هي بالاقدميه. ليك وجهه نظر تانية؟ انا كنت كابتن النادي الاهلي من 13 سنه لغايه 21 سنه، وكابتن منتخب القاهره وكابتن منتخب مصر. الاقدميه ده المعروف او المتعارف عليه، ان الكابتن التيم اقدم واحد في التيم، اقدم واحد في التيم. لكن اقدم واحد في التيم وما عنديش الكواليتي وما عنديش الشخصيه وقوه الشخصيه في ان انا الم اللعيبه وابقى مسيطر عليهم وقدوه صالحه، يبقى انا كده يعني بهزر بقى. انا اللي يهمني مصلحه الفريق، شخصيتي قويه واللعيبه بتحبني وحازم، وفي نفس الوقت انا بادي وبلعب، يبقى خلاص. لكن مش شرط ابقى سني كبير او قديم ابقى وعندي يعني بعض العيوب اللي موجوده فيها في شخصيتي. انا عارف انك كنت بتلعب يا كابتن على كباتن ونجوم كبار قوي في مركزك. انا لعبت انا لعبت ماتش الترسانه والاسماعيلي في نهائي كاس مصر 84 85 بعد ما الفرقه كلها رجعت. يعني احنا ماتش الاهلي والزمالك 3-2 كلنا كنا ناشئين ما عدا كابتن احمد شوير، وكلنا كنا 65 64 66 يعني كلنا كنا يعتبر في جيل واحد سن واحد. بعد ماتش الزمالك لعيبه كل لعيبه رجعت اللي في مركزي كلها، لعيبه كبيره اكبر مني اكبر مني اكبر مني. كابتن جوهري رحمه الله عليه وربنا يرحمه قال يا جماعه الملعب للجميع. والحمد لله رب العالمين، ربنا كرمني ولعبت ماتش الترسانه قبل النهائي وماتش الاسماعيلي النهائي وفنشت واتقيدت افريقيا، والمفروض كنت العب في افريقيا. ويمكن كابتن جوهري كلمني قال لي يا ضياء انا محتاجك في سويسلاند، كان في ماتش هنا في سويسلاند، بس انا كنت دخلت كليه الشرطه. فطبعا كان بالنسبه لي هتضيع عليا السنه، هيضيع عليا اربع مواد، فانا قلت له يا كابتن جوهري انا مش هقدر يعني هتضيع عليا السنه وانا تعبت جدا في السنه ديت، فانا هستاذنك لما ترجعوا انا هبقى يعني ممكن استقيل. طبعا انا رجعت، كابتن جوهري رجع والاهلي كسب، بس كانت الامور اتغيرت بقى خلاص. كانت الامور بقت بالنسبه لنا صعبه شويه. فعشان كده بقول لحضرتك مش شرط انا اكون لعيب كبير اتفرض على المدير الفني او على جهاز في الملعب، ده مستحيل. لا انا مش سن لاحترامه، الكبير يحترم الصغير والصغير يحترم الكبير، وانا المفروض برعى اللعيب الصغير كلاعب كبير، لكن الاحترام قائم في كل الاحوال هنا وهنا. شرط الكابتن انا شايف ان في الوقت دوت من عمر الكوره محتاجه يعني بنود معينه، لازم اكون عندي القدره لاحتواء اللعيبه جميعا، بسمع للعيبه، بطلع للعيبه وبنزل لها كل واحد حسب فكره. انت معاكي 25 عقليه الله اعلم ده بيحب ايه وده بيكره ايه وده محتاج ايه وده مش محتاج ايه، فانا لازم اطلع للناس دي وانزل للناس ديت، وفي نفس الوقت ما اعملش مشكله في الفرقه. كابتن الفرقه بيلم، يعني كانت بتيجي فتره من الفترات
مع بعض الفرق. حصلت مشكلة قبل كده بسبب موضوع الكابتنة؟ اه هو مش مشكلة مشكلة، أنا وأنا مدير فني المفروض اللي يعني يعلن مدير كابتن التيم المدير الفني، المدير الفني أو حد من الجهاز. فأنا كان وقتها حد من المسؤولين عندي في نادي الداخلية في اجتماع حر قبل التمرين لقيته بيتكلم في حتة إن كابتن التيم فلان الفلاني، وانا كنت حاطط في دماغي ان انا ممكن اديها له، ممكن من اثنين مثلا او ثلاثه. فلقيته فرض على 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 التيم كله الحته دي وانا ما اتكلمتش فيها. فدي تعمل مشكله، لان ممكن في ناس قديمه وبنفس الكواليتي بتاعه المدير الفني اللي اتقال عليه بتاعه الكابتن التيم اللي هو قال عليه المسؤول في النادي. فدي اثرت. طب ليه انا ما كنتش كابتن تيم؟ طب ما انا فلان دي مثلا بملتزم وانا ملتزم، فلان بيجي بدري وانا باجي بدري، فلان اساسي وانا اساسي، فلان شخصيته وانا شخصيتي، طب ما اديش للقديم ليه؟ طالما كل الصفات والمواصفات موجوده في اثنين والقديم موجود يبقى القديم هو الاولى بيها، ده حق اصيل. فحته ان انا كابتن او مش كابتن دي بترجع للمدير الفني وبترجع لشخص اللعيب والكواليتي بتاعته وفي احتوائه للعيبه من عدمه. لان ممكن يبقى عندك لعيب كابتن تيم بس شخصيته ضعيفه. دي هتأثر في الفرقة كتير جدا على فكرة، خلي بالك. يعني اللعيب أو مين الأحق بشارة كابتنة منتخب مصر؟ نتكلم كورة يعني؟ اه وجهة نظر. هم واحد من ثلاثة، نمرة واحد محمد صلاح، اثنين النني والشناوي. أنا شايف إن الأقدر يعني ثلاثة، وهقول هم يمكن أكتر ناس خبرة، وممكن لو دخلنا طارق حامد كمان ممكن طارق حامد يخش في الكابتنة. أنا على ما أعتقد إن طارق حامد ممكن هو أجريسيف قوي وممكن يلم، لكن ما اعرفش في حاجات ساره ما نقدرش نحكم عليها غير لما ننصهر جوا بعض. يعني في حاجات شخصيه ممكن انت تستريحي معاها قوي، انا ابقى عكسها تماما. وممكن حد يقدر يكيف نفسه مع ده ومع ده ومع ده، وده اللي يصلح للفرقه. الخبرات اللي خدها محمد صلاح والنني في وجود الشناوي تالت او طارق حامد على ما اعتقد ممكن يبقوا عندهم القدرة الحكيمة في قيادة اللعيبة في حتة بيتفقوا فيها مع الجهاز. انت عارفة ان كابتن التيم ده بيعتبر عضو في الجهاز، المفروض عضو في الجهاز، يقدر ينقل صورة وفكر وانطباع الجهاز للعيبة. دي محتاجة مش كبر سن، لا، محتاجة حكمة، محتاجة خبرة، محتاجة عقلية مختلفة، عقلية فزه معمليه زي ما كان الله يرحمه يونس شلبي. عقليه معمليه محتاجه فعلا دماغ بتشتغل، وفي نفس الوقت محتاجه حد يقدر يوصل دوت بشياكه. وفي نفس الوقت انا بحبه او كنت بحبه، صارم قوي شديد، وفي نفس الوقت هو بيعمل ايه؟ بيديني كل التعليمات وانا بنفذها. فدي مش صعبه ومش سهله، بس انا على ما اعتقد الثلاثة اللي قلت عليهم سواء النني محمد صلاح الشناوي وممكن يخش رابع طارق حامد عندهم القدرة ان ممكن حد فيهم يقود او يقدر يرتدي شارة منتخب مصر. المدرب الوطني ام الاجنبي؟ يعني في ناس تبقى بالنسبة لها لا، ما يبقى حد ابن بلدي مصري فاهم اكتر اللعيبة، عارف يتواصل معهم اكتر. ناس تقول المدرب الاجنبي بيفرق الخبرات. يعني وجهة نظرك في الموضوع، الوطني ولا الاجنبي؟ هقولك حاجة، كل مدير فني سواء بجنسية البلد أو يعني من غير جنسية البلد ليها ميزة وليها عيب. أنا أذكر مرة جوارديولا لما ساب برشلونة وراح مسك بايرن ميونخ اتعلم ألماني. ليه؟ اتعلم ألماني ليه؟ عشان يقدر يتواصل أسهل وطبعا مع في أحاسيس ومشاعر وفي بعض اللغة العامية ما تنفعش تترجم. شكلك بتشجع مانشستر سيتي. لا انا ليفربول. انا بشجع ليفربول بامانه. يعني عايز اقول لك حاجه، فرقه كانت يعني مش هقول مرشحه، لا يعني هي اخر سنتين خدت كل البطولات. يعني خلاص هي شبعت، لكن شكل الاداء اتغير. يعني بامانه شكل الاداء اتغير كويس قوي. كفايه ان صلاح بيلعب في ليفربول، وكفايه ان صلاح بيلعب فيها. كفايه ان صلاح يعني او النني يعني بالنسبه لي او تريزيجيه، انا من الناس اللي بحبها جدا جدا، واتكلمت عليها وقلت في يوم من الايام انه هيبقى لعيب كويس جدا وفي قناه النادي الاهلي.
تريزيجيه. تريزيجيه طبعا. اذا كان النني لعيب هنقول بينفذ تعليمات تكتيكي، بينفذ تعليمات المدير الفني بكل صرامه، تريزيجيه نفس القصه. تريزيجيه الرئه الشمال لمنتخب مصر. او الرئه اليمين او المكان اللي بيلعب فيه رئه لوحده لمنتخب مصر. من احسن اللعيبه اللي شفتها بامانه. يعني بيأدي زي الكتاب ما بيقول، هجوميا ودفاعيا. فدي حاجه من الحاجات الكويسه جدا، ميزه ان يبقى عندك طرفين كويسين قوي طبعاً زي صلاح طبعاً وزي تريزيجيه، بينفذوا شغل كويس قوي. فعلى ما اعتقد، يعني على ما اعتقد ان حته الكابتنه كفيل بيها صلاح، كفيل بيها النني، الشناوي، وممكن يخش معاهم طارق حامد. يعني طيب نرجع بقى لجوارديولا اللي اتعلم الماني، كنا بنقول مدرب الوطني ولا الاجنبي؟ المدرب الوطني يقدر يوصل اللي هو عايزه اللي هو عايزه تماما للعيبه. يعني مش يبقى فيه فواصل بينهم وبين بعضيهم. المدرب الاجنبي حتى لو حد بيترجم وبيترجم صح، مهما كان لغه الكره واحده، انا فاهم ودي اعرفها كويس قوي، لغه الكره واحده من الصين لغايه كفر شكر. تمام، لغه واحده تمام. لكن زي ما بقول لك، في بعض المصطلحات والاحاسيس المصريه بقى، او اللي بيها ممكن يوصل المدير الفني اللي هو عايزه للعيبه، ما توصلش من عن طريق مدرب اجنبي. انا شايف بعض الفرق محتاجه مدرب اجنبي، والبعض الاخر محتاج مدرب وطني. وفي مرحله من المراحل المدير الفني المصري في منتخب مصر بيبقى اقدر بكتير جدا من المدير الفني الاجنبي. يعني انا شايف ان كابتن حسام معاه مجموعه لعيبه، وده بتبقى على فكره يا ساره دي بتبقى حظه كويس قوي. المدير الفني اللي بيجي في وقت من الاوقات معاه مجموعه لعيبه كويسه جدا جدا طبعا، بتفرق معاه كتير قوي، زي كابتن حسن شحاته ربنا يديله الصحه يا رب وطوله العمر، كانت معاه مجموعه لعيبه بلغه الكوره نقول يعني سهل انه ياخد بيها بطوله. مع التوفيق بتاع ربنا سبحانه وتعالى كان سهل انه ياخد بيها بطوله واثنين وثلاثه. شايف ان تالق الانديه المصريه في البطولات الافريقيه ووصولهم طبعا للنهائيات سواء دوري ابطال افريقيا او الكونفدراليه، واكيد بتكلم على الاهلي والزمالك وبيراميدز، هيكون ليه تاثير ايجابي جدا على شكل المنتخب الفتره دي؟ طبعا ده مما لا شك فيه. يعني انا شايف ان دي حاجه كويسه جدا، ده فضلا عن ان بعد كورونا احنا اهلي وزمالك في نهائي افريقيا. يعني ده بحد ذاته انجاز للكره، انجاز للكره المصريه. برافو عليك. المقاولين بيدعم جامد جدا برضو، بيراميدز بيدعم جامد جدا، فعلى ما اعتقد ان الاربع انديه دول هيبقى محور ارتكاز لاي مدير فني ممكن يفكر في لعيبه ياخدها لمنتخب مصر. هتاثر طبعا، الاحتكاك هيأثر بشكل كويس جدا، بدل ما يبقى فرقه واحده او فرقتين هم اللي محتكين وهم اللي مسيطرين وهم اللي ممكن يتاخد منهم لعيبه. لان نتكلم برضو، اللعيب المصري ممكن يبقى لعيب تدريبات وممكن يبقى عدم احتكاكه وبيتحط تحت ضغط ما تلاقيهوش. فالماتشات الافريقيه سواء كونفدراليه او كاس افريقيا او اول وثاني افريقيا، على ما اعتقد دي هتبقى طبعا هتعود على المنتخب المصري باللعيب اللي يصلح يلعب منتخب مصر. في لعيبه كتير جدا في انديتها تلاقيها سوبر، يجي في منتخب مصر ضغوط شكل تاني، التحامات، قوه بدنيه، قوه جسمانيه، خبرات كتيره ما تلاقيهمش. طب شايف في لعيبه تانية غير اللي قلناهم تالقوا في الدوري المصري وكانوا يستحقوا ان هم ينضموا للقائمه، حتى لو استبعادهم مش ظلم، يعني احنا مش بنتكلم ان ده ظلم ليهم، لكن كانوا يستحقوا ان هم ينضموا للقائمه النهائيه لمنتخب مصر؟ انا شايف ان دول اقرب لعيبه بامانه، اقرب لعيبه اي حد كان هيمسك منتخب مصر هيختار اللعيبه ديت، بالاضافه للثلاث لعيبه اللي قلت عليهم، كهربا، احمد فتحي، مروان محسن، ومروان محسن. على ما اعتقد يعني مفيش حد تاني على ما اعتقد يعني يكون، او يمكن دماغي دلوقتي او ذهني مش حاضر بالنسبه للعيبه دي. لكن انا شايف ان اللعيبه اللي اتاخدت دي ال 30 لعيب دول، وعلى ما اعتقد ان في تقريبا اربعه او خمسه هيتشالوا من القايمه، وممكن احتماليه زي ما انت حضرتك بتقولي دخول كهربا فيهم. يعني في اربعه انا متاكد اسماء يعني هتتشال، على ما اعتقد انا بس مش فاكر اسمائهم، لكن اقرب ناس كانت للقايمه
اللي اختارها الكابتن حسام على اعتقد يعني. طيب فيروس كورونا اثر على العالم كله يعني وبالتاكيد على قاره افريقيا، ولكن شايفين الحقيقه تطور كبير في اداء الفرق المصريه، وبنتكلم على ثلاث فرق الحمد لله وصلت لنهائي البطولات الافريقيه. شايف سبب التطور ده ايه بالرغم ان الموسم ده كان صعب واستثنائي والعالم كله يعني عدى بظروف، كل انديه العالم يعني عدت بظروف صعبه جدا وخدت وقت على ما تستعيد مستواها. حته الرغبه يعني اللعيبه المصريه واتحاد الكوره رغبته انه ينهي الموسم والموسم تماما مكتمل ويعني لازم يكمل كان في تحدي. احنا ما شفناش قبل كده في اي وقت من الاوقات ان اي فرقه مصريه بتلعب كل 3 ايام مباراه او كل 4 ايام مباراه. كان صعب جدا، كان تحدي صعب. في 5 تغييرات، في يعني قوه من اللعيبه ان احنا عايزين نكمل وعايزين نقول ان احنا انتصرنا على كورونا، يمكن ربنا كرمنا. وزي ما بقول لحضرتك ان الاهلي والزمالك بقوا بيلعبوا في نهائي افريقيا. في نفس الوقت القرارات اللي اتخذت ان لازم يتلعب الدوري. يعني كانت في ناس كتير جدا طبعا اللي ليها مصلحه انها قريبه جدا من الهبوط، مش عايزين نكمل دوري. وفي بعض الفرق اللي كانت فوق بعد الاهلي ما فرق ب 14 بوينت، مش عايزين يكملوا عشان برضو مش هقول بقى زمالك او بيراميدز، لا انا مش هتكلم او مقاولين او اطلاقا، انا هقول اللي في رغبه كل واحد او فكر كل واحد. ليه الاهلي ياخد الدوري؟ طب ما عندنا فرصه ان احنا يتلغي الدوري ومفيش مشكله ونكمل عادي، والسنه الجايه مفيش مشكله وناخد الترتيب بتاع السنه اللي فاتت، وده ممكن يتقال عليه اول ولا تاني ونشتغل عادي. لكن الاصرار اللي كان من اللجنه الخماسيه في اتحاد الكوره، يمكن الحاجه الوحيده اللي اتغيرت بمناسبه كورونا هي الغاء الهبوط في الممتاز بيه. يمكن دي الحاجه الوحيده اللي اتغيرت في الشكل العام كان ممتاز بيه والقسم الثالث الغاء الهبوط. شايف انها نجاح بامانه، انا شايف ان هو نجاح. ويمكن حاجه بس برضو مش عارف مستغرب لها في مصر قوي يا ساره، تقنيه الفار. عامل مشاكل، عامل مشاكل، زود الجدل. يعني الجدل يعني مش عارف يعني ده احنا بنحط نحسبها وبتتعاد وبالبطيء وبين 20 زاويه وناس بتختلف. الناس بتختلف، يمكن اتسرعنا فيها شويه لكن بقت موجوده. تطبيقها طبعا. احنا يعني برضو مش المفروض انها كانت تتطبق بالشكل دوت او تستنى شويه او يبقى في تدريب اكتر بالنسبه للحكام. اقصد تدريب اكتر على التقنيه دي. لكن موسم عدى، نجحنا في نفس الوقت، طلعنا لعيبه وقلنا كملنا. اي نعم الراحه يمكن لن تتجاوز 4-5 ايام بين السيزون والسيزون الجديد، لكن شفنا ان احنا نجحنا فيها، قدرنا نعديها كويس قوي. ويعني بقول ان دي ان شاء الله تبقى حاجه كويسه قدام في ترتيب الفرق، لان الفرق نزلت والله يا ساره، فرق نزلت واتظلمت كتير جدا بسبب التحكيم. واتمنى ان التقنيه دي لجنه الحكام يتدربوا عليها اكتر. بحيث ان حاله تحكيميه بالنسبه لك كانت غريبه جدا في الفتره اللي فاتت في الدوري المصري. هو بامانه لا في حالات كتيره، انا مش حاسس في حالات كتيره بامان، ثلاثه اربعه بقى انا مش فاكر دلوقتي بامان طلع، لكن في حالات كانت واضحه وضوح الشمس. واضحه وضوح الشمس بالظبط. في حاجه استوقفتني دلوقتي بالنسبه لمروان محسن، تقنيه الفار. الجول اللي جابه في الرجاء في الوداد رغبه غير عاديه انه عايز يجيب جول. اي لعيب مكانه شاف اللاين مان رفع الرايه، انا متاكد يلعب الكره في الاوت، يا يسيبها ويرجع، يا 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 لا ده استلم وعدى وبص الجول وجاب جول. نص سنتي سنتي بالظبط، انت واخده بالك؟ دي حاجه من الايجابيات اللي فيها بستغرب ان مروان محسن مش موجود. نمره واحد. نمره اتنين ان دي ادت قوه جامده جدا لمروان. يعني انا فعلا مستغرب ازاي مروان، مش عارف والله، نفسي اسال كابتن حسام شخصيا اقول له مروان بره ليه؟ لا ليه؟
وخصوصا انت عندك مصطفى محمد وكوكا، في مين تاني غيرهم؟ مفيش. على ما اعتقد المكان دوت بعد وجود مصطفى محمد ما كانش فيه موجود غير مروان تقريبا وكوكا تقريبا. على اي حال طبعا احنا بنتمنى كابتن ضياء التوفيق لمنتخب مصر طبعا، وانه ان شاء الله نكسب مباراتين توجو دول مهمين جدا بالنسبه لنا. وبشكر حضرتك على وجودك معايا النهارده. ربنا يخليك. ميرسي يا استاذ. بشكر حضراتكم كمان على المتابعه، بكره حلقه جديده من برنامج السادسه.